شرع تتار القرم في العودة الى اراضيهم منذ انهيار السلطة السوفيتية، ولكنهم لم يستعيدوا كل ما فقدوه قبل التهجير سنة 44 و900 و1000. نحن الان في احد الاحياء التي بناها التتار العائدون. رشاد يزور مركز الاقتراع ليتأكد من وجود اسمه ضمن قوائم الناخبين. إيميلا هي الأخرى عادت بعد تهجير طويل طال عائلتها، وهي تفسر اهتمام أهلها المتزايد هنا بالانتخابات الرئاسية. نشارك في التصويت بنشاط كبير، حيث تصل نسبة مشاركة تتار القرم إلى نحو 80%، وهذا يعكس رغبتنا في إيجاد حل حقيقي لمشاكلنا كلما جاءنا رئيس جديد. ومع ذلك تخلو شوارع بختي سراي من أي دعاية انتخابية، وربما عاد هذا إلى أن الخيار محسوم سلفا. رافقنا رشاد إلى عمله في متحف قصر الخان، حيث قامت عاصمة تتار القرم الأولى في القرن السادس عشر. يهتم رشاد بتاريخ قومه، ومن يراه وهو يفك أحجية نافورة الدموع هذه يحس بأنه يعتز بهذا التاريخ. عندما تشتبه بعض الأمور على رشاد تراه يستعين بآراء من يكبره من أبناء قومه. أنا سعيد لأن مزيدا من أبنائنا يعودون إلى أرض الوطن، وسعيد أيضا بانخراطهم في أمورهم الدينية والدنيوية بنفس الهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يحضر رشاد اليوم عقد قران ابنة عمه هنا في المسجد، وهي عادة عادت تتار إلى إحيائها شيئا فشيئا. يجمل لنا رشاد الوضع فيعترف بأنه أفضل مما كان. نحن أنصاف أسياد، أنصاف ضيوف على أرضنا، ما دامت الحكومة الأوكرانية لم تتخذ قرارا بإعادة ممتلكاتنا التي نهبت بعد أن هجرنا قسرا من قبل ستالين. هل يعني ذلك أن الغالب على عودة تتار القرم هو التوطين في أرضهم لا العودة الكاملة إليها؟ ربما، ولكن اهتمام الساسة الأوكران بتتار القرم الذين لا يكاد عددهم يبلغ 300,000 شخص راجع إلى أن وزنهم الانتخابي يفوق ذلك بكثير. فهناك في أوكرانيا من يرى بأن التتار الذين عانوا من حكام روسيا لا بد أن يلعبوا دورهم في لجم التوجهات الروسية الغالبة في شبه جزيرة القرم. وهناك من يهمس بما قد يفوت روسيا وأوكرانيا من أن هوى التتار الحقيقي كان ولا يزال تركيا، خاصة إذا تناسب مع هوى العثمانيين الجدد في تدعيم دورهم في المنطقة. فيهم كبرياء السكان الأصليين، وفيهم وجع الأقلية المهجرة المهمشة. ينقل تتار القرم أفئدتهم الانتخابية حيثما شاءوا من ساسة أوكرانيا، وما حبهم إلا لربوعهم الأولى. جمال العرضاوي، الجزيرة، بختشي سراي، شبه جزيرة القرم، أوكرانيا.